السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلا بكم في اللقاء في مساق استراتيجيات خاصة واحد. اليوم بإذن الله تعالى حنواصل في قياس مساحة متوازي الأضلاع. بنذكر في اللقاء السابق تحدثنا في خصائص هذه الأشكال الهندسية، والخصائص هي عبارة عن خبرات سابقة. الآن تلزمنا في دروس كيفية إيجاد مساحة الأشكال الهندسية. أوجدنا مساحة المربع من خلال الوحدات المربعة، وأوجدنا مساحة المستطيل أيضا من خلال الوحدات المربعة، وكيفية استنتاجها من خلال مجموعات تعاونية، من خلال التعاون المجموعات الغير متجانسة، من خلال ورق المقوى أو ورق الكرتون والقص، ثم لصق الوحدات المربع وعدها واستنتاج القاعدة في مساحة المربع اللي كانت طول الربع ضلع في نفسه، وفي المستطيل اللي كانت الطول ضرب العرض. اليوم بإذن الله تعالى حنتواصل مع مساحات الأشكال المستوية ونأخذ مساحة متوازي الأضلاع. أفضل طريقة لهذه القاعدة واستنتاجها وهي عبارة عن أن ترسم المجموعات المتعاونة متوازي الأضلاع محدد الأبعاد. هذا متوازي الأضلاع على ورق مقوى، ثم بعد ذلك إسقاط عمود على قاعدته العليا، إسقاط عمود على القاعدة العليا هكذا كما في هذا الشكل. ترسم المجموعة بشكل متوازي أضلاع، ثم بعد ذلك إسقاط عمود، هذا عمودي على القاعدة العليا. هذا الجزء المظلل اللي قام الطلبة بتضليله بنقوم بقصه بالمقص، فبظل عندنا هنا العرض وكأنه ارتفاع وهو عرض للشكل وهو ارتفاع أيضا. هذا الشكل المقصوص يتم لصقه من هذا الاتجاه هنا من اليسار، فنحصل على هذا الشكل. الحالة الثانية، هنا الارتفاع الزاوية قائمة وهنا الزاوية قائمة، تم إلصاق هذا الجزء هنا. هل تغيرت مساحة الشكل؟ لم تتغير مساحة الشكل، ولكن تغير الشكل، تغير من متوازي أضلاع أصبح مستطيل. الحالة الثانية، إذن يمكن القول أنه مساحة متوازي الأضلاع اللي احنا بدنا إياه واللي بدنا الطلبة يستنتجوه حيكون هو عبارة عن مساحة المستطيل. هاي المستطيل، المستطيل الناتج. إذن هذه المساحة اللي احنا عاوزين نجيبها هي نفسها هذه المساحة اللي هي مساحة المستطيل. جيد، إذن المستطيل أخذوه الطلاب قبل، فأصبح متطلب سابق، أصبح خبرات سابقة، هو عبارة عن الطول في العرض. طلاب عارفين أنه عبارة عن الطول في العرض. طيب الطول ماذا يمثل بالنسبة لمتوازي الأضلاع؟ القاعدة، هذه القاعدة، القاعدة. هان أصبح اسم الطول، تغير المسمى فقط، لكن هو الضلع نفسه، البعد نفسه، الطول. جيد، هنا كان اسمه ارتفاع متوازي الأضلاع، هنا أصبح إيه؟ العرض. العرض هو نفسه الارتفاع، إذن العرض يعبر عن ارتفاع متوازي الأضلاع. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن مساحة متوازي الأضلاع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع، وهذه من أفضل الطرق في استنتاج هذه القاعدة. ثم بعد ذلك يقوم المعلم بإعطاء أنشطة وتطبيقات حسابية على هذا الموضوع. بعد المناقشة والاستنتاج هذه القاعدة يعطي المعلم التدريبات المناسبة. إذن مساحة متوازي الأضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. أي مجموعة من المجموعات المتعاونة يمكنها استنتاج هذا الأمر بسهولة. نأتي الآن إلى استنتاج مساحة المثلث. إذن كما اعتمد متوازي الأضلاع على المستطيل، يعتمد المثلث على متوازي الأضلاع، وهذا أمر طبيعي. إذن هنا أصبح في تدريس مساحة المثلث اعتماد كامل على مساحة متوازي الأضلاع اللي هي سبقته. إذن لابد من الطلاب أنهم يرسموا متوازي أضلاع. نأخذ أي متوازي أضلاع، رسمي تقريبي لأنه أرسم باليد، هذا متوازي أضلاع.
هذا متوازع الأضلاع يرسم على الورق المقوى، ثم بعد ذلك نقوم بعملية وصل لأحد القطرين وليكن هذا القطر. إذن مساحة المثلث الأول هذا بساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع أو المثلث الثاني، ما في مشكلة، خذ المثلث الأول أو خذ المثلث الثاني، وليكن المثلث الثالث لنتمكن من إسقاط ارتفاع، أو المثلث الأول فكليهما يمكن التعامل معه. إذن أخذنا مثلث ثم نقوم بقص هذا المثلث، إذن مساحة المثلث كما هو واضح من الشكل بحتساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع. طيب مساحة متوازي الأضلاع أخذناها سابقا أنه طول القاعدة في الارتفاع، إذن أصبحت مساحة المثلث بالمنطق تساوي النص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع. إذن مساحة أي مثلث تساوي نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، لأن هنا المثلث الأول يساوي نصف مساحته تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع، والمثلث الثاني مساحته تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع، والمثلثين متطابقين في المساحة. إذن لو أخذنا واحد منهم إذن مساحة المثلث حتساوي نصف في طول القاعدة في الارتفاع. هذا هو المطلوب استنتاجه. تطبيقات على هذه المساحة، طبق الطالب التدريب من خلال مساحة المثلث تساوي نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع، مجموعة من التدريبات والأسئلة يتمكن الطالب من تثبيت هذه القاعدة ويكون قادر على إيجاد المساحات. نأتي إلى نقطة أخرى في المساحات، تعليم قياس مساحة شبه المنحرف بنفس الآلية بنفس الطريقة. نقوم برسم شبه منحرف على ورق مقوى، هذا هو شبه المنحرف الأساسي، حرسم الشبه المنحرف الأساسي اللي كان موجود عندنا، هذا الشكل الأساسي. هذا شبه المنحرف، هذا ارتفاعه. طيب ما هي الخطوات للوصول إلى مساحة شبه المنحرف؟ أول خطوة نصف الضلع هذا اللي هو جيم باء، من هنا نصفه، وبعد التنصيف نصل هذه إيش؟ هذا الضلع، ثم نقوم بقص الجزء المظلل، هذا الجزء الأصفر نقص. هذا الجزء المظلل هو يمثل الجزء الأصفر، لما ينقص نقوم بقلبه ولصقه هنا هنا. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه مساحة شبه المنحرف هي نفسها مساحة المثلث دال ألف واو، لأنه الجزء هذا المظلل تم قصه ونقله هنا، هيو تحول إلى هنا. إذن لم تتغير المساحة ولكن الشكل تغير، كان الشكل شبه منحرف أصبح مثلث. طيب ليش حولنا لمثلث؟ لأنه الطالب كان عارف كخبرات سابقة مساحة المثلث، الطالب يعرف مساحة المثلث، ومن هنا اعتمدنا على مساحة المثلث للوصول واستنتاج مساحة شبه المنحرف. جيد، إذن رسمنا شبه منحرف، نصفنا الضلع جيم باء، وصلنا دال ها، قصينا اللي هو المثلث دال جيم ها، ألصقناه في ها باء واو، أصبح لدينا مثلث. إذن مساحة شبه المنحرف تساوي مساحة المثلث، مساحة شبه المنحرف ألف باء جيم دال تساوي مساحة المثلث دال ألف واو. جيد، إذا مساحة شبه المنحرف تساوي مساحة المثلث اللي هو مفهوم عند الطلاب بيساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، يعني النصف
ألف واو في دال ميم. طيب ألف واو مكون من جزئين، لعودة لألف واو، هاي ألف واو القاعدة تبعت المثلث ألف واو، هاي في الارتفاع هي الارتفاع. طب ألف واو مكون من مين؟ مكون من ألف باء وباء واو، من ألف باء ومن باء واو. جيد، إذا نستبدل ألف واو بألف باء زائد واو، ألف زائد باء واو. جيد، ثم بعد ذلك نستبدل باء واو بدال جيم. ليه؟ لأنه هذه تمثل القاعدة الصغرى وهذه تمثل القاعدة الكبرى. نرجع للرسم، ألف باء القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى الكبرى. طب هذه اللي اجت من هان تمثل القاعدة الصغرى، هان الصغرى. اذا اصبح لدينا قاعدة تقول انه مساحة شبه المنحرف نص، افتح قوس القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى سكر القوس ضرب الارتفاع. جيد، اذا هذه القاعدة اللي احنا بدنا اياها. مساحة شبه المنحرف تساوي نصف مجموع طولي قاعدتي الصغرى زائد الكبرى ضرب الارتفاع. ممكن على طول نحط مجموع طولي قاعدتي على 2 مقسوم على 2 ضرب الارتفاع. جيد، هذا كلام صحيح. مساحة شبه المنحرف بده لطول قاعدته 10 سم و7 سم وارتفاع 6 سم. جيد، مساحة تساوي نص، نفتح قوس، 10 زائد 7 مضروب في الارتفاع اللي ضرب 6 ويساوي، ممكن اختصر الاثنين في الواحد، انا لانها ضرب وخرج القوس فيها 3، 10 و7 17 ضرب 3 ويساوي 51 سنتيمتر مربع. وهكذا يمكن إيجاد أي مساحة على القاعدة المذكورة في هذا المستطيل الأصفر. نأتي الآن إلى قياس مساحة المعين بنفس الآلية بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب متعارف عليه في جميع مدارسنا سواء حكومة أو وكالة. نتعامل بنفس الآلية، نرسم مستطيل، مستطيل وليكن مستطيل مثلا ألف با جيم، با جيم دال. ننصف أضلاعه ميم نون لام واو. نصل هذه الأضلاع، كل هذا إيه؟ متساوي، هذا متساوي وهذه الأجزاء متساوية. هنا علامة التساوي، نصل ميم واو واو لام لام نون نون ميم، ثم بعد ذلك نصل القطرين في الشكل اللي بنحصل عليه. هذا الشكل ميم نون لام واو هو عبارة عن معين، هذا معين، هذا عبارة عن معين. إذن على الطلبة أنهم يستنتجوا أنه مساحة المعين هنا تساوي نصف حاصل ضرب القطرين من خلال مساحة المستطيل. إذن الاستفادة هتكون من مساحة المستطيل. جيد، إذن هذه مساحة المعين لما نقصوها الطلاب ويجيبوا الأربع قطع
هذه يطبقوها كل واحدة على أختها، ينتج لدينا أنه هذه مساحة المعين هتساوي نصف مساحة المستطيل. إذن مساحة المعين تساوي نصف مساحة المستطيل المرسوم أمامنا، يبقى مساحة المعين ممكن أكتبها مساحة المعين تساوي نصف مساحة المستطيل. بس الطالب كخبرات سابقة بيعرف انه مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، نصف مساحة المستطيل. جيد، طيب ما دام الطالب بيعرف مساحة ممكن يعبر عنها نص ضرب الطول وليكن ألف باء، والعرض عندنا وليكن ألف دال على سبيل المثال. هيساوي طيب نص بمساعدة المعلم للمجموعات ممكن يعبر عن ألف باء ويستبدله بميم لام لأنه متساويين، واضح للطالب انه ميم لام بيساوي في الطول الف باء، اذا ميم لام ضرب. ممكن يعبر عن الف دال بنون واو، نون واو. جيد، طيب اذا مساحة المعين بتساوي نص ضرب ماذا يمثل كلا من ميم لام ونون واو بالنسبة للمعين؟ قطرين، حيقولوا الطلاب القطرين، القطر الأول والقطر الثاني، إذا النص في حاصل ضرب القطرين. وصلنا للي بدنا إياه. خطوة خطوة مع المجموعات بصل الطالب للمطلوب، حاصل ضرب القطرين. إذن لابد من الاستفادة من الخبرات السابقة للوصول إلى إيه؟ إلى المطلوب. الآن ممكن نعطي المعلم تدريبات ويشوف مدى فهم الطالب للقاعدة ويطبقوها. لا مانع أيضا هنا من اعتبار المعين متوازي أضلاع، وممكن كمان أجيب مساحته من خلال القاعدة في الارتفاع. لو كان له ارتفاع معين ممكن أجيب القاعدة والارتفاع اللي على القاعدة، أضرب القاعدة في الارتفاع أحصل على مساحة المعين. إذن في عندنا قانونين للمعين، نص حاصل ضرب القطرين وهذا جيد وهي استنتجناه أمامنا، والقاعدة الثانية أنه مساحة المعين لا بأس أنها تساوي القاعدة في الارتفاع. لو في عندنا قاعدة وعليها نازل ارتفاع في داخل المعين، إذن ممكن أستخدم نفس القاعدة اللي هي في متوازي الأضلاع، لأنه المعين كما أسلفنا سابقا هو عبارة عن متوازي أضلاع، ولكن في خصائص أكثر، ولكن في خصائص أكثر. فكل معين متوازي أضلاع وليس العكس، وليس كل متوازي أضلاع معين، وهذا الطالب لابد أنه يفهمه كويس ويستوعبه. إذن هذه هي القاعدة النهائية اللي احنا حابين نصل إليها، هي مستطيل الأصفار. نستخدم القلم فقط للتوضيح. أما الآن فنأتي إلى كيفية تدريس وتعليم مساحة الدائرة. أفضل طريقة لتدريس مساحة الدائرة كما هو معمول فيه سابقا، ورق مقوى أو كرتون، مجموعات تعاونية، قسم الصف إلى مجموعات غير متجانسة، يقوم الطلبة بتوصيل الأقطار، ممكن عمل 6 أقطار على الأقل. هذه الأقطار ترسم بقلم واضح، ثم بعد ذلك تقوم المجموعة بقص هذه القطاعات الدائرية الصغيرة كما هو ملاحظ هنا. نفترض أنه عندنا 6 أقطار هينتج عندنا 12 قطاع دائري تقريبا. إذن هن 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ناقص عندنا واحد، هن نكمله
كملوا بالأصفار، في نقص في واحد، وليكن هكذا. طلب المعلم من الطلاب يقصوهم، ثم بعد ذلك عملية الصاق بالصقهم بالزيق أو بأي شيء متوفر في البيئة المحلية، ينتج لدينا شكل أقرب ما يكون إلى متوازي الأضلاع. هي طيب، معروف أنه مساحة متوازي الأضلاع عندنا اللي هي عبارة عن القاعدة في الارتفاع، إذن هذا الشكل هو عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع. طب ماذا تمثل هذه القاعدة؟ نصف المحيط. هذه تمثل نصف محيط الدائرة، هي نصف محيط الدائرة من هنا إلى هنا، الجزء السفلي، وهذا الجزء العلوي، هذا كله محيط الدائرة، النصف السفلي هي. إذن مساحة متوازي الأضلاع معروف عندنا القاعدة في الارتفاع. طيب القاعدة نصف محيط الدائرة في الارتفاع، الارتفاع من وين أجا؟ من نص القطر، من ناق. إذن المساحة بتساوي نص، معروف لدى الطلبة أن المحيط بيساوي 2 طاء ناق في الارتفاع اللي بيمثل ناق، إذن أصبح الطاء ناق تربيع، أصبح الطاء ناق تربيع، لأنه النصف بتروح مع الاثنين بضل طاء ناق تربيع، أي باي ناق تربيع. وبهذا يكون الطالب استنتج المساحة، المساحة إيه؟ الدائرة. هنا تدريب على طول بيطبق مباشرة مساحة الدائرة، مساحة الدائرة تساوي باي ناق تربيع، تطبيق مباشر، وتساوي ممكن تستخدم 3.14 أو 22/7. لما يكون في عندك إصفار أفضل بنعلم الطالب أنه يستخدم 3.14، لما يكون عندك 7 ومضاعفاتها بنعلم الطالب أنه يستخدم 22/7، وهذا أمر مهم، أسهل للطالب أنه يستخدم ما أسلفت. النق نصف 10 يبقى هنا 10 في 10، 10 تربية، إذن حيكون الناتج عندي 314. فأسهل لما يكون عندي 10 ومضاعفتها أستخدم 3.14، حركت الفاصلة خنتين وبطلع عندي الجواب، وهنا لأنها مساحة بحط سنتيمتر مربع وهو المطلوب. وإلى اللقاء في محاضرات أخرى، شكرا وبارك الله فيكم.